وأوضحت كتلة نينوى الموحدة أن الجلسة لم تكن مخصصة لإعفاء مديري الأقضية والنواحي وانتخاب رؤساء جدد، بل كانت الغاية منها عرض السير الذاتية للمرشحين لرئاسة الوحدات الإدارية الشاغرة. ما يقال أنه يعني صار شهرين هم يسعون إلى التفاوض معنا بخصوص الوحدات الإدارية هو كلام عاري عن الصحة وغير صحيح. لم يكن هناك فتح لمسألة الوحدات الإدارية بتاتا فيما عدا الوحدات الإدارية الشاغرة اللي تم فتح باب الترشيح لها قبل فترة، واستلم مجلس المحافظة شكلت لجنة لاستلام السيفيات للمرشحين ولم يتم البت بها. نحن ما بلغنا به في هذه الجلسة أنه موضوع عرض انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية للتدقيق في السيفيات للمرشحين، ولم يكن هناك أي كلام عن انتخاب أو الحسم في موضوع رؤساء الوحدات الإدارية جملة واحدة كما جرى.